عايزين تلعبوا سمكة فايتر النهاردة يا جماعة؟ في الفيديو هنعرفكم كل حاجة عن سمكة الفايتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ يا جماعة هنتكلم عن سمكة الفايتر. بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة ومتنسوش تشتركوا، لأن في نسبة ضخمة تقريبا اغلبكم مش تقريبا مش مشتركين في القناة. ليه يا جماعة؟ يعني انا جلطتكم مش مشتركين في القناة ليه؟ المرة اللي فاتت يعني كانت نسبة معقولة، حاجة و70 مش فاكرة قد ايه، دي حاجة و90 يعني 5% اصلا مشتركين، يعني كمية ضخمة جدا منكم يتفرجوا علينا مش مشتركين. فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول، منسوش كمان تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر. فيلا نكمل المعلومات. اول حاجة عايزين نعرف ايه سمكة الفايتر. مع ان تقريبا في نسبة اغلبكم تقريبا يعرفها، او يعني واللي ما يعرفهاش، دي سمكة سمكة الفايتر. دي سمكة يعني من اسهل الاسماك اللي تقدر تفرق بينها بين الذكر والانثى، وانكوا ازاي كمان شوية. وكمان سمكة الفايتر يعني دي يعني الناس في خرافات شائعة بيها كتير، اللي هو تحطها في حوض من غير فلتر ومش هي بتعيش وكده، الكلام ده طبعا غلط. والسمكة دي سمكة جميلة فعلا، وطبعا هي مش بتختلف كتير من في البرية. كل اللي انت شايفها دي طفرات، في البرية بتبقى زرقاء بس، يعني بتبقى زرقاء وفيها خطوط حلوة وبتبقى عاملة زي القناش شوية، يعني هنا في الأسد تحس ان هي ريشها تحس ان ديلها يعني هو ايه منفوش كده، التاني تحس ان ديلها قصير وكده بس شكلها حلو، يعني زي دي بالظبط بس ايه كل ايه تبقى اللي هو ايه قصيرة دايما، كل حاجة فيها قصيرة. فلو انا قلت لكم صورة احطها لكم يعني السمكة الوايلد، وطبعا هنقول لكم ده يعني سمكة معروفة جدا مش محتاج اقول لكم يعني حاجة فيها. فنبتدي في المعلومات على طول. اسمها العلمي بيتر سبلندر. وطبعا عايزين اقول لكم حاجة، ان سمكة الفايتر دي ليها اسمين، الفايتر او البيتا فيش. في ناس بتطلع عليها بيتا فيش، ناس تقول عليها فايتر، لكن عندنا في مصر بيقول عليها سمكة الفايتر على طول. يعني تروح لأي راجل تقول عليها سمكة الفايتر. بره بقى هما اللي ممكن يقولوا عليها بيتا فيش، مش عارف بقى. انا شخصيا يعني مش عارف هما ليه سموها سمكة بيتا فيش، لكن عارف هما ليه سموها سمكة الفايتر. سمكة الفايتر يعني السمكة المقاتلة، اللي هو فايت، فايت يعني قتال مثلا. يعني السمكة لو حطيت ذكرين جنب بعض يعني بص هيقطعوا بعض، هيفرون بعض، هتلاقي ممكن هيفضلوا يضربوا بعض لغاية ما ذكر واحد فيهم يموت. عشان كده سموها سمكة المقاتلة. وزمان بقى كانوا اللي هو ايه اللي هو بيجيبوا سمكتين كده مثلا، التاني يراهن على مثلا 5000 جنيه، يعني لو سمكته قتلت سمكة التاني سمكته هي اللي هتفوز، هو اللي ياخد مثلا 5000 جنيه. طبعا ده زمان بقى، دلوقتي عادي يعني ده ما اكتشفوها. طبعا موطنها الاصلي تايلاند، يعني دايما الناس دي هتزيد بيها، بس عشان السمكة دي بقت مهددة بالانقراض فما بقوش يصطادوها، وبعدين بقت منتشرة طبعا في الاحواض، ما بقاش حد يصطادها يعني تقريبا، يعني حتى لو في ناس تصطادها نادرا يعني تصطادها، مش كتير قوي يعني بيصطادوها. يعني فالسمكة دي جميلة جدا، يعني هما يفضلوا اللي هي تفريخ ان فيها طفرات، وتقريبا احلى تقريبا من الوايلد. مش عارف بقى انت بالنسبة لك ايه، انا صراحة بالنسبة لي هي التفريخ احلى. مش هقول يعني ان البرية وحشة، بالعكس البرية لا تقل جمالا يعني على جمال الاسماك التانية. فعشان كده لو انت عايز تربي سمكة فايتر، اياك تحط ذكرين جنب بعض، لانه انت اليوم التاني بعد ساعة اليوم التاني اقل من ساعة حتى هتلاقي الذكر التاني ميت، عشان ايه هما بيقطعوا بعض. طبعا الاتنين دول ذكر وانثى اللي كانوا موجودين عشان محدش يقول هيموتوا على طول. فده بالنسبة للذكرين، وهنقول لكم دلوقتي ازاي تفرق بين الذكر والانثى، عشان يعني انتوا زمانكم اتشحنتوا طاقة. دلوقتي الذكر بيبقى زي ما شايفين
بيبقى طبعا ده اللي هو شورت تيل يعني شوية. الذكر بيبقى زي ما انتم شايفين كده الوانه زاهية وبيبقى ريشه فارد وكده. الصورتين هما موجودين الصورتين. النتاية بتبقى زعنفة قصيرة وكده يعني. يعني سهل جدا زي ما انتم شايفين الصورتين دول ذكر ونتاية يعني. مش محتاجة اي حاجة. وفي طبعا انواع كتير لو انت عايز تختار دي طبعا واضح جدا نتاية. بتحس ان هي ايه اطنها متفخة شوية اما يكون مثلا عندها بيض. وحتى ما يكونش عندها بيض تحسها ايه مليانة سن صغيرة يعني مش مليانة سن صغيرة مش عارف تحس ان عندها قرش. والحركة اللي بيعملها اللي هو ايه يرفع خياشيم ودي الذكر ده بيكشر يعني لو في ذكر تاني جنبه بتحسهم اللي هو بيكشر لبعض دي تكشيرة. وبيعمل كده النتاية برضو يعني ان مثلا اللي هو ايه عايز يثبت قوته كده فتلاقيه بيكشر كده فدي اسمها تكشيرة ان هو يفرد زعنفه كده زي ما انتم شايفين. دي تكشيرة كده عشان ايه اللي هو ايه باين التاني ان هو قوي ويقدر يعمل حاجات غريبة وكده يعني. انا عايز اجي قدامك واقول لك ان سمكة الفايتر دي سمكة جرامي عشان سمكة الجرامي اللي هي اصلا مع بعض وعايشة مع بعض. سمكة الفايتر من عيلة الجرامي. الجرامي يعني دي اصلا سمكة جرامي مع ان الجرامي اجتماعي يعني سمك اجتماعي يعني بس دي يعني من عيلة سمكة الجرامي وتحديدا من عيل يعني دي اصلا سمكة جرامي فاهمنا يعني. وكمان الجرامي وسمكة الفايتر يعني من عيلة الاسماك الرئوية يعني السمك اللي هو ممكن ياخد جرعات هواء من فوق عشان كده طبعا جت خرافة اللي هو طاف كوباية بتعيش في مساحة صغيرة وكمان ما بتحتاج اللي هي بتاعت الهواء بتاعت الفلاتة دي مش في بيئات بتطلع هواء وحاجات بتطلع هواء عشان السمك يتنفس وياخد الاكسجين من المية وكده. السمكة دي مش بتحتاج كده تلاقي المية بتكون راكدة يعني نسبة الاكسجين بتكون في المية معدومة فهي تقدر تاخد جرعات من فوق الهواء عندها اكتئاب رئوي كده. السمك الرئوي ده عنده اكتئاب رئوي ياخد جرعات من الهواء اللي فوق السطح بس يا ريت ما يكونش الميه درجه حرارتها مختلفه يعني تكون ميه دافيه والهواء فوق يكون ساقع عشان السمكه جت مثلا تاخد فوق يجيلها صدمه كده فجاه وتموت منك فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا يعني حاول انت تخلي مية درجة حرارتها تكون يعني دافية بس ما تكونش مختلفة اختلاف كبير في درجة الحرارة اللي هي فوق عشان السمكة بتاعتك ما يحصلهاش حاجة وما تموتش. فدي بالنسبة للعيال. وكمان على فكرة سمكة الجرامي ما تحطهاش في كوباية محدش يقولك حطها في كوباية ومش عارف ايه وهي هتعيش يعني ده غلط تماما. ما الفضاءات هتروح فين وكل بقى كل ما تشوفها تفضل تغير المية بقى سمكة تموت يعني مفيش دورة بيولوجية ومفيش أمونيا تتشال ولا أي حاجة يعني السمكة بتموت منك. وللأسف السمكة بتعيش كتير ما تعيشهاش سنة واحدة بس يعني في كوباية بتعيش أكتر من كده بتعيش سنتين تلاتة كده يعني حاول تعيشها وفت من كده يعني ما تحاولش تعيشها سنة واحدة يعني ليه يعني أنا كان عندي سمكة قبل ما أعرف كده طبعا كنت بحطها في كوباية وكانت بتموت ما بتكملش اسبوع حتى ما كنتش بفهم ليه يعني. فبعد ما عرفنا كل حاجه فانت ما تحطش السمكه بتاعتك في كوبايه وحطها في حوض ممكن تحطها في حوض صغير يعني بس مش يكون كوبايه مثلا هو صغير اكتر من اللازم اصلا يعني هي بتعيش في حوض صغير لكن هتحتاج فلاتر وكده يعني حط لها فلتر عشان يمتص الفضاءات وكده مش لازم يكون بيطلع هواء اهم حاجه ينضف الفضاءات ويكون عامل دوره بيولوجيه الاول عشان يعني زي اي سمك تاني دي اتمنى يعني السمك الفايتر دي زي كانها اي سمك تاني لكن اختلاف ان هي بتعيش لوحدها يعني سمك الفايتر دي ما فيهاش اي حاجه. وعشان نعرف دلوقتي سمك الفايتر بتاكل ايه اكل سمك الفايتر يعني اسهل ما يكون في الحياه. سمك الفايتر بتاكل ممكن تاكل دود ميل وورم اللي هو بيتحط العصفير ده اي الدود العادي يعني ده تحطها يعني بتحب اللي هي الحاجات فيها بروتين عالي يعني بروتين حيواني بروتين حيواني يعني ممكن تحط لها اللي هو ايه جمبري بس يكون قطع صغيره تحط لها اكل اللي هو سمك بس يكون مخصص للفايتر شويه يعني مخصص للفايتر ده بيبقى حلو او تحط لها اكل سمك بس ما يكونش الاكل الملون ده اللي ما بيبقاش حلو واللي هو اصلا ده عباره عن عيش ملون ف
سمكة الفايتر لما تيجي تغذيها والاكل في اكل مخصص للتروبيكال مثلا، اللي هو ايه نسبة بروتين حيواني عالية شوية، عشان السمكة دي بتحب البروتين الحيواني بنسبة كبيرة، سمكة الفايتر دي. وممكن تحط لها بردك شوية خس كده مع الخلطة بتاعتك دي. فده بالنسبة لأكل الفايتر، يعني مش هتلاقي فيه مشاكل. وطبعا السمكة دي حابة اقول لك ان دي مناعتها عالية للناس اللي بتحب تربي، بس ده مش معنى ان انت تحطها في كوباية وكده عشان تلاقي مناعتها في الارض خلاص. دلوقتي عايزين نعرف حتة التفريخ اللي كله عايز يعرفها. زي احنا شايفين دلوقتي الذكر بيبني عش من الفقاعات اللي هو عشان يحط البيض، بعد كده بيرقص الرقصة الجميلة دي عشان ايه يوقع الذكر البيض من عند النتاية ويحطه فوق العش. العش بيبقى فاقيع وبيبقى فيه اللي هو شوية مخاط كده، مش عارف مخاط او لعاب كده مش فاكر الصراحة، عشان يتماسك الفقاعات عشان ما تقعش. يعني عشان تضمن ان الفقاعات مش هتقع، حاول تحط ورقة شجر كده مثلا او اي حاجة بتطفو فوق عشان الذكر يبني العش فوقيها، عشان الفقاعة يعني ما تروحش، عشان تضمن يعني الفقاعة تفضل اطول فترة ممكنة، عشان البيض اصلا بيض ما تخافش مش بيطول، هو يوم يومين بس. مش عارف الصراحة اقولك يوم، ناس تقولك يومين، انا الصراحة يعني انا عمري ما فرخت سمكة فايتر، لكن يعني انا اصلا عندنا ما بلاقي نادرا ما شفت نتاية، انا اصلا نادرا ما بشوف سمكة فايتر عندنا، انا بروحش محلات اللي بتبيع اسماك كتير. عندنا هنا في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها اغلب الناس بتبيع عصافير، بتحط لك بس كام سمكة بس جولد فيش وكده، يعني السمك المعروفة دي يعني ممكن يحطوها لك فايتر، بس النتايات ما فيش ناس كتير بتشتريها، عشان بيكون عشان الذكر يعني بيكون شكله احلى وكده. فزي ما احنا شايفين الذكر بيبدا يعمل كده، متخافش النتاية مش بتموت، هو بس بينزل بيض وكده وبعد كده يعلقه في العش ويخصبه ويطلعه في العش يوم او اتنين كده تلاقيه بتفقس، بس هو تقريبا كده بيفقس بعد يوم. يعني مش عارف، شفت ناس كتير بتقول يوم وناس تانية بتقول يومين، بس تقريبا اصح هو يوم. المهم بعد ما تلاقي بعد قصدي ما الذكر يخلص البيض، هتاخد تمسك النتاية، هتبقى دي حتة صعبة شوية كده، هتحاول تمسك النتاية وتطلعها برا عشان متفضلش تزعج الذكر، وكمان عشان الذكر ما يقتلهاش. والحاجة اللي بعديها بعد مثلا ما الذكر يخلص، يعني بعد ما الذكر يخلص البيض وكده، بعد قصدي ما البيض يفقس، تسيبه يومين الزغالي. ايه الزغالي يا جماعة؟ ليه معلق على العصافير كده؟ تسيب الافراخ الفرايز مع الاب لمدة يومين، بعد ما تحس ان هما بقوا بيتحركوا، يعني تحس ان هما بقوا بيتحركوا لوحدهم، هتشيل الذكر عشان ما يكونش عيال وكده. يعني بعد يومين هتشيل الذكر، بعد ما تشيل الذكر هتبتدي تأكلهم حاجة يعني كائنات دقيقة اللي هي دفنة. الحاجات دي يعني كائنات حية بتتحرك، هتأكلها الصغار. الدفنة دي اجيبها ازاي؟ قبل ما تكون مجهز كل حاجة، ده هتجهز الحوض، يعني تحاول انت ده ايه، هتحط مية وتفضل تحط فيها اكل ومفيش سمك، تمام مفيش سمك، تفضل تحط الاكل وكده لغاية ما البكتيريا تفضل تظهر وكده مدة 3 اسابيع كده مثلا. بعد كده تلاقي في كائنات دقيقة ظهرت كده، وهي تعالى تحط بيض كده مثلا، تجيب حتة صغيرة كده من صفار البيض وتخلطها كده، تحطها مع مية تخلطها، تجيب لك ايه اللي هو حاجات صغيرة عشان الدفنة تتكسر اكتر، عشان زي ما انتوا شايفين كده هو ده البيض بيقع. هتلاقي الدفنة بتقع، قصدي هتلاقي ان الدفنة خلاص بدأت تظهر. وبعد ما بتظهر تبتدي تحطي الجوز بقى وتظبط الدنيا وكده. طبعا عشان تجهز، نسيت اقول لكم حاجة، ان الذكر والنتاية اما تيجي تحطهم مع بعض بقى، تحط الذكر جنب النتاية بس مش مع بعض، يعني تحط الذكر في علبة والنتاية في علبة، بحيث ان هو يفضلوا تحسهم اللي هو ايه، بعد ما تحس النتاية بدأ بطنها تنتفخ
تشيل الفاصل وتحطهم مع بعض، او تحطهم في حوض واحد يعني حوض اللي فيه زغير، وتبدا كل حاجه يعني عشان ما تحطش الذكر مع التاء مره واحده تلاقي الذكر قطعان التاية. فخلي بالك من النقطه دي، حط الذكر في علبه والتاء في علبه لحد ما تحس ان هو بدا اللي هو يغزلوا بعض، بعد كده تحس ان التاء بدا يتكون عندها بطنها بدات تكبر اللي هو بدا عندها البيض، وبس كده هتحطهم مع بعض وهتبتدي السايكل بتاعتهم. وكمان بعد ما الصغار اللي هو بعد ما يكبروا شويه يكبروا يعني ان هم ياكلوا، بعد ما ياكلوا الدفنه وكده هتاكلهم حاجه اسمها ارتميا. ارتميا دي كائنات كده تحضرها يعني لتيوم مليان، بقى تعرف ازاي تحضرها وكده. بعد ما تحضرها هو فأس الارتميا مش ارتميا بلغة، ارتميا اللي هو فأس الارتميا، وبعد كده تحطها اللي هو الزغليل، نقولها مش زغليل يا جماعة عشان زي تحطها الزغليل بتاعت السمك، وهم بقى يبدأوا ياكلوها. بعد ما يكبروا يعني بعد ما تلاقي فايتر بقى كبير يعني بقوا فايترات كبيرة يعني زي كده مثلا، تبتدي تفصل كل ذكر عن التاني عشان ما يقطعوش بعض. طبعا والنتاية طبعا النتاية ممكن تحطها مع بعض عادي مش هيعملوا بعض حاجة، الذكور بس هما اللي مش عارف بيغيروا على بعض ومش عارف كده ف بيبدأوا يدبحوا بعض. فبس يعني دي كل حاجة عن سمكة الفايتر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير، كمان لو انت وصلت الحتة دي يعني انا مش عارف اقولك ولسه ما اشتركتش ياريت تشترك في القناة. وكمان لو انت وصلت الحتة دي برضو تكتبي تحت في التعليقات، ولو انت برضك مشترك جديد يعني اول مرة تزور القناة تكتب لنا تحت في التعليقات ان انت مشترك جديد، وتشترك كمان في القناة عشان نعرف. حتى لو انت مشترك من اسبوعين من شهر حتى وما قلتش تقول حتى يعني متخافش انا هرد عليك. فبس هو ده كان الفيديو، ومع السلامة. سلام.